الموت وجوع وتهجير ثلاثية يعيشها سكان غزة، فالاحتلال يستخدم كل ما لديه من قوة للضغط عليهم، عشرات الشهداء والمصابين وقلق من موجة نزوح جديدة وانتظار لدفعة جديدة من المساعدات لإطعام أبنائهم، هكذا يكون المشهد اليومي. أحدث الغارات استهدفت دير البلح والزويده والنصيرات وسط قطاع غزة. جميع تلك الغارات استهدفت منازل للمدنيين في العزايزة بدير البلح وسط القطاع كما استهدفت غارة أخرى منزلا في مخيم النصيرات ليرتقي عدد جديد من الشهداء وتعرض شرق مدينة رفح لقصف مدفعي إسرائيلي كما قصفت زوارق حربية إسرائيلية شاطئ بحر رفح احنا كنا في مخيم 112 وقالوا لنا بك تروح على المواصل، المواصل منطقة آمنة. وطل السلطان قالوا لنا آمنة، وطل الزهور قالوا لنا آمنة. والشابوره قالوا لنا امنه زي ما زي انتم شايفين طبعا ولا مكان امن في أربعة أشهر من الحرب على القطاع المحاصر وجرائم وحشية متواصلة يوميا من جيش الاحتلال إذ أدى القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل خاصة في خان يونس ورفح في جنوبي القطاع خلال الساعات الماضية لاستشهاد أكثر من مئة ووسط كل ذلك يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليؤكد عزمه تنفيذ هجوم بري في رفح كما رفض نتنياهو الدعوات الدولية والأممية بشأن عدم اجتياح المدينة بما في ذلك دعوة الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأساسية بعدم المضي قدما في عملية عسكرية بمدينة رفح حيث يتكدس هناك نحو مليون واربعمائه الف نسمه يعيشون معظمهم علي الكفاف بعد ان نزحوا الي الحدود المغلقه مع مصر وفق ارقام الامم المتحده وفي مؤشر الى اصراره اكد نتنياهو ان الجيش سينفذ عمليته في رفح حتي لو تم التوصل الي اتفاق بشان المحتجزين